كنظن بان فريق المغرب الرياضي الفاسي كيتوفر على جماهير كثيره. كنظن بان بلا ما نهضر على الجمهور لان هو السند القوي لهذا الفريق. نتمنى من الله اننا نكونوا في المستوى ونقدموا النتائج اللي ترضيهم ان شاء الله في المستقبل. نشكرهم على الدعم ديالهم لنا، لولا هما ما نحققوش هذه النتيجه. كنبغي نشكر جميع اللاعبين على الانضباط ديالهم في ظل الظروف اللي دزنا بها وحققنا نتيجه ايجابيه مع فريق اللي لعب واحد 8 ولا 9 مقابلات حبيه. فهذه نتيجه كما قلت غادي تخول لنا ان شاء الله نزيدوا نخدموا ونقدموا نتائج ايجابيه ترضينا وترضي جميع الفعاليات فريق المغرب الرياضي الفاسي. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تيفي.